أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا معنا في ساعتنا الثانية. والآن معنا ضيفنا المهندس محمود عزام، هو أحد مربي الحيوانات، وهذا كان شغفه واهتمامه من الطفولة. وفي آخر فترة أنشأ مزرعة صغيرة لتربية الحيوانات الأليفة، وهو عضو كمان في جمعية الرفق بالحيوان. يا أهلا وسهلا فيك مهندس. الله يحييكم. أهلا وسهلا. صباح الخير مهندس محمود. صباح النور. الله يحييك. طبعا يعني إحنا أنا عني شخصيا عشان أنا عندي بس وأحبه، فأحب أقول لك أنا مبسوط بوجودي معك في الفقرة. الله يخليك وأنا أسعد والله. وإن شاء الله يكون بيننا كده حوار شيق اليوم وحلو. أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. مهندس محمود، أنا قريت في دراسة أخيرة إنه الإساءة للحيوان تبدأ من الأطفال الصغار. لو بدي عنده سوء تصرف ولا سوء معاملة للحيوان حيأثر عليه مستقبلا، لدرجة أنه ممكن يؤدي إلى إساءة للبشر، تؤدي حتى إلى جرائم جنائية. صحيح 100%. هذه دراسات مثبتة بالفعل أنه السلوك هذا إذا ما انتبهنا عليه من صغر الشخص، إذا أبدأ أي سلوك عدواني تجاه الحيوانات ممكن مع عدم الانتباه له يتطور، يدخل بعد كده يتعدى على البشر. في البداية راح يكون تنمر بسيط زي اللي احنا عارفين، وشوية شوية يتطور ممكن يتعدى إلى جرائم جنائية. وكبير يعني كثير من الناس اللي أثبت عليهم هذا الشيء حصلت لهم الدراسة وطلعوا بالنتائج هذه. طيب أنا يعني قبل ما في عندي كم سؤال، بس أنا في سؤال شاغل لي بالي وحكتني عنه إيمان. إيش قصة الذئب والأسد اللي عندك؟ يعني أنا أعرف أنه أنت بتربي حيوانات أليفة، فجأة صار ذئب وأسد في الموضوع، كيف وصلوا لعندك؟ صحيح. هو نحن فكرتنا قامت في البداية إن إحنا نعمل مكان يعتبر مكان نموذجي نعيد فيه وعي للناس عن فكرة الرفق بالحيوان، وكمان بالذات الحيوانات اللي هي تكون مثلا حيوانات منزلية وانطردت طول عمرها عايشة في البيت وصارت في الشارع، الناس ما يبغوها لسبب ما. إحنا بنحاول نعدل هذا السبب سواء كان من سلوكي أو غيره أو غيره. بعد كده صار في بعض الناس من أصحاب الضمائر الحية اللي هم اتخذوا خطوة خاطئة في شراء مثلاً أسد، وهذا المفروض غير مشروع التجارة فيه، وبعد كده ضميرهم صحي قال أنا الآن عندي أسد مش المفروض أن أنا أكون أقتني، فإيش نقدر نسوي فيه؟ فنحن بنحاول نساعده، نعمل له سبورت، ناخده منه، نعيد ريستورين كل الفيتامينز والمينرالز والأشياء اللي هي عنده فيها مشاكل، وبعد كده نحاول نتواصل مع مثلاً محميات حول العالم تقدر تستقبله. هذا بالنسبة للأسد، هذه كانت قصة وهذا الغرض من وجوده. الذئب موضوعه يألمني أكثر، لأنه الذئب يعتبر آيكون، هو حيوان عربي يعني موطنه هنا بلدنا. المحميات إحنا يعني إحنا عندنا محميات أساسا للحيوانات اللي زي كده؟ والله أنا على حد علمي إنه ما عندنا، وحتى لو كانت موجودة ف ماني يعني احنا شايفين الصيد الجائر عليهم بشكل مره كبير، والناس اصبحت للاسف تتخذها تفاخر بطولات قتل الذئب، مع انه الخساره علينا ومصنف انه هو مهدد بالانقراض من الدرجه الاولى مؤلم الذئب العربي. صح. مؤسس طيب. ايش رايك نروح نشوف التقرير، اوريك المكان اللي كنت احكي لك عنه. يلا نشوف التقرير. اليوم في مزرعة دي جي كنن لتربية الحيوانات الأليفة، واللي تعتمد فكرتهم على رعاية الحيوانات بطريقة طبيعية من حيث المأوى والتغذية والنشاطات. خلونا سوا نشوف. في كمية كبيرة جدا من الحيوانات اللي بنلاحظ ان هي بتتعرض لنوع من انواع الإساءة. الإساءة انواع كثير، ممكن تكون إساءة مقصودة، وهذا الشيء اللي مفروغ منه كلنا عارفينه وما راح نذكره اليوم. احنا نتكلم عن الإساءات اللي دائما يقعوا فيها الناس من غير ما يكون عندهم قصد، وهذا الأخطر لأنه ما بيكون عارف انه قاعد يسيء للحيوان حقه. في ناس بيمتلكوا حيوان وما يكونوا عارفين ايش الغرض من امتلاكه في البداية، جايبينه على أساس الشكل، على أساس انه هو بابي صغير. كلنا عارفين انه البابيز هم صغار لازم يكونوا مرة كيوت ومرة حلوين وكل الناس بيحبوه، بس بيتفاجئوا بكمية المسؤولية والريسبونسبيليتي اللي هي بتكون عليهم لما الحيوان بيكبر، وبعد كده بيجوا
يا يتركوه في الشارع يفتحوا الباب ويطلعوه، يا إما بيحطوه في مكان ويختفوا، يا إما من عدم تحمل المسؤولية بيبدأ يتحول هذا التصرف لإساءة لهذا الحيوان. إحنا فكرتنا تولدت عن طريق إن إحنا تجينا هذه الحيوانات على المزرعة، نبدأ نعتني فيها، نقدم لها الرعاية المناسبة عشان نوري الناس إنه الحيوان هذا اللي أنتم ما كنتوا تبغوه في إنه يتحول من الشكل اللي أنتم كنتوا ما تبغوه إلى شكل أفضل لما نقدم له العناصر الأساسية اللي هو يبغاه من تغذية صحية، من رعاية صحية بكل أساليبها، زائد التأهيل النفسي والتربية. من الأشياء اللي احنا حسينا أنه عشان نحافظ على الحيوانات اللي موجودة في البيوت أن هي تحفظ مكانتها ومكانها عند الأونر أو عند صاحبها، هي مسألة الناس يغفلوا عنها دائما، هي مسألة التدريب. فإعادة التأهيل سلوكيا ونفسيا، ثم إعطائهم الكورس حق التدريب اللي هو الأوبيدينس والطاعة وغيره بمجهودات شخصية. يعني إحنا هذه شيء هواية ما بنقدمها بشكل إنه إحنا عن دراسة أو غيره، ولكن بحكم التربية وحكم الخبرة بيطلع بعد كده الحيوان من عندنا مؤهل نفسيا وعارف حدوده ومقبول جدا عند الناس، بحيث المطرود من بيته اللي كان قاعد يتعذب وينطرد ممكن بعدها بشهر أو بشهرين الناس يبدأوا هم يطلبوا إنه هذا إحنا نبغاه نعتني فيه ونقدم له الرعاية، ويتعلموا من هنا مفاهيم الرأفة والرحمة، ويبدأوا يعني يمارسوا هواياتهم اللي يحبوها. ما بتقتصر الإساءة على الحيوانات الأليفة، كمان على الحيوانات البرية. والآن خلونا نروح على الاستديو ونواصل حديثنا. إيش رأيك يا معتصم؟ لا والله أنا بفكر أزورك، لأنه أنا أبغى صراحة أتبنى يعني بس. ممتاز جدا، فتحمست ان انا اجي ازورك. واضح كمان، واضح ما شاء الله مرتب المكان، المكان كله حتى الاكل، النظافه، الاهتمام بالنظافه، كلها مواد طبيعيه. التقرير اثار اهتمام كل اللي خلف الكاميرا، لانه كلهم يحبوا الحيوانات ما شاء الله. فالله يديك العافيه ويبارك لك يا رب. بارك لك ان شاء الله. كيف كان الحيوانات مثلا زي الاسد والذيب، كيف كان تعاملهم مع الحيوانات الاليفه زي الكلاب والبسس؟ اوكي، بالنسبة للذئب احنا اخذنا في الاعتبار انه على اسوأ الظروف احنا ممكن نعيد اطلاقه في الطبيعة، واحنا عارفين الان اصبح اعدادهم تقل بشكل مرة كبير، واعداد الكلاب السائبة بتزيد في تزايد، فلا بد كان في at some point انه هو يقابل باك من الكلاب. فحاولنا نخلي ما عنده عدائية للكلاب، ويقدر يلعب معاهم، يقدر ياكل معاهم، يشرب معاهم، كل شيء طبيعي، بحيث لو راح محمية كويس، لو ما قدرنا نوديه نقدر نحطه في مكان في كلاب، يعني نوعا ما حل أفضل من أنه هو يبقى محبوس. طيب مو ممكن أنه يرجع مرة ثانية يتعرض لنفس الموقف اللي تعرض فيه في الأول؟ يعني احنا أخذناه لأنه هو تعرض للموقف ده، فهنرجعه تاني؟ بالنسبة لي أنا متأكد أنه ممكن يتعرض، بالذات الجيل الجديد من الذئاب، لأنه ما صار لهم موارد، الناس بتطاردهم، فما لهم موارد، ما لهم بيئة. هذا نوع من أنواع الإساءة للحيوان. جداً. كلمنا عن، كنت تتكلم عن الإساءة مقصودة وغير مقصودة. كلمنا عن الأنواع الإساءة بصفة عامة للحيوان. ممتاز. والتنمر يعني. ممتاز. شور. هو الإساءة للحيوان اللي إحنا عارفينه كله، الإساءة المقصودة اللي هي الواحد جايب حيوان قاعد يعذبه أو رابطه، هذه مفروغ منها. هذه النفس السوية بتشمئز منها، وهذا الشيء يعني يدل على سلوك عدواني وخلل في النفسية، هذا ما فيها كلام طبعا. فما راح نتكلم فيها لأنه الناس عارفة المفروض هذا دور الآباء ودور البيت أولا في مراقبة هذا السلوك من البداية. الغير مقصودة، وهنا المهمة، لأنه الناس بتسويها بتفكر أنها بتسوي شيء كويس. الغير مقصودة هي نتيجة الجهل، ما بيكون قرأ عن الحيوان اللي هو امتلكه قبل ما يمتلكه، وما عرف إيش مقومات الحياة اللازمة والضرورية له هو للحيوان طبعا، وبيجتهد اجتهادات شخصية، وهذه ما فيها اجتهاد شخصي، هذا لازم يقرأ ويطلع المعلومة ويطبقها طبعا. أي من أشكال البسيطة، مثال سريع، مثلا بعض الأنواع، أوكي، فكرة امتلاك نوع زي الهاسكي مثلا في بلادنا، هو بيعيش في سيبيريا، سيبيريا متوسط الحرارة فيها -20، احنا عندنا حتى طبعا. لو عايشناها جوة البيت في المكيف +20، يعني في عندك 40 degrees، 40 درجة فرق بين بيئة طبعا. الأصلية وبيننا، هذا بالمكيف، فهذا بيخليه عرضة للأمراض، وده حتى لو حافظ على الشكل البسيط من الحياة لكن ما يقدر يكمل بهذا الشكل.
نوع عزاء آخر سريع هو امتلاك حيوان يقدر يعيش عندنا لكن إحنا ما إحنا عارفين ليش جايبينه. زي مثلا خلينا نضرب مثال على الكلاب. مثلا واحد يبقى كلب حراسة راح جاب جولدن ريتريفر، يعني هي أسماء ممكن ما هي يعني أنا قاعد أتخيل أيه. ففي النهاية هو صغير أوكي، استنى بعد السنة ما بيحرس ما بيأدي الشيء اللي هو جايبه عشانه بيرميه في الشارع. لو كان عنده ثقافة كان جاب النوع المطلوب للغرض المطلوب. هذه من أحد أشكال الإساءة اللي دائما نشوفها. مؤلم بالنسبة لي لما أجي أشوف في السوشيال ميديا أشخاص يربوا حيوانات وهو عارف إنه هو يحتاج مساحة أكبر وتلاقيه حاطه في محل صغير. أو مؤلم أكثر بالنسبة لي لما أجي أسمع عن حاجة اسمها dogs fight، ينزلوا ويخلوا الكلاب يتضاربوا مع بعض. مؤلم الموضوع هذا. ما في محمود ما جاء في بالك إنه الآن إحنا بنشوف كله مجهود شخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، لا تسووا كده مع الحيوانات، أرحموا الحيوانات، ما جاء في بالك إنه أنت تسوي زي الحملة عن طريق التواصل الاجتماعي للتوعية ضد التنمر على الحيوانات؟ طبعا هو زي ما حضرتك تفضلت، الخير موجود في نفوس كل الناس وكل الناس يبغوا يوصلوه، لكن بالشكل الفردي مو كل واحد عنده الطريقة ولا عنده الأسلوب ولا عنده المنبر اللي يتكلم منه للناس. ففكرة هذه هي فكرة الجمعيات. يعني احنا فرحنا بوجود الجمعية السعودية للرفق بالحيوان، اول جمعية سعودية للرفق بالحيوان. دور الجمعيات بصفة عامة هي اولا، دائما انا اقول اولا التوعية بالذات للجيل الناشئ، المدارس، الاطفال، لان هم هذول بعد 20 سنة ولا 10 سنوات هيكونوا هم دول الجيل اللي احنا معتمدين ان هم يكون صح. عندهم مفهوم مختلف للرفق. التوعية اول شيء. صحيح. مهندس محمود، بس ممكن توجه رسالة للأهل اللي أولادهم مثلاً أو الأشخاص اللي هم يبغوا يتبنوا حيوان وخلاص ويقرروا، إيش التوصية مثلاً اللي تقول لهم إياها قبل ما يسووا هذه الخطوة؟ الطرق الصحيحة للتفكير في اتخاذ هذه الخطوة. تمام. إحنا تعلمنا في أي حاجة في حياتنا لازم نحن نرجع لأهل الخبرة، شخص يحطه على الطريق الصحيح من البداية عشان ما يرتكب أخطاء، لأنه ارتكاب أخطاء في حيوان مش زي ارتكاب أخطاء في سيارة. أنا ممكن أشتري سيارة وأعدل فيها وفي النهاية تخرب خسارة مادية فقط. يا ريت. أي لكن الحيوان إذا أنا أسأت له أنا غير معذور. روح هذا. روح. روح. ما ينفع أن أسيء لروحه. إيه وإحنا دائما نقول إذا يعني أنا ما بتكلم إن أنا عندي خبرة، لكن عموما أهل الخبرة اللي يرجع لهم هو الكسبان، لأنه بيوفروا عليه يعني. هو ممكن من خلال سؤال أو زيارة الملاجئ أو الاحتكاك مع ناس عندهم حيوانات عشان يجربوا يتحملوا المسؤولية، كيف أنك أنت تعتني فيه، كيف تهتم في تغذيته وفي كل شيء. طبعا. شكرا لك مهندس محمود. نورتنا. ويا أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. الله يخليك. شرف.